بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام الكمال. نحن الآن في مقاربة مباركة ناجحة لآية 40 من سورة النساء. وما أدراك ما هذه السورة الكريمة التي تظهر لنا مظاهر نسوية. قليل من الناس من يعلمون أنها ما فيها خير عظيم لو اتبعنا القرآن الكريم. يقول في الآية 40 إن الله أي يعلمنا سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة يعني عمر ولد ينظر لز جمع من وفوادة دنقة افهم كيف يشربك معنا يكرمك ويأمنك عمر ما يظلم عمر ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي المقابل شي يقول أو نكرم اللي مش مشغول أنت مسؤول عن نفسك ومن الخطوة الأولى ثبت روحك أي النجدين تختار عن الطريق طريق الحسنة والطريق السيئة. وعلى نفهم الأمانية كل سيئة بحسنة الذي بينك وبين العداوة أنا ولي الحمد ومولانا وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذا كان اللي قمت به حسنة حسنة في مستوى الروح في ميدان الروح في ميدان الأعمال العقلية في ميدان الانفعالات في ميدان العلاقات بينك بين ربي بينك بين خلقي بينك بين كلامي العزيز. والمجر قال لك وإن تكو حسنة يضعفها أي يضعفها إلى دوب إلى سنتيب يعني إلى 700 درجة أخرى أضعاف وربما أكثر من ذلك. يعفو عن كثير يضعف لك الأجر يعتبر أجر عظيم أجر حسن. نعود الآية إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيم. من لدنه عندي هو لا من عندي غير من غير الله كل شيء يوصل ربي يوصل رزقه ومدلوا في أجل. وألو مجر وألو مجر أين أنتم يا بشر خاصة من تدعون أنكم من خير البشر أي أنتم من المسلمين من المؤمنين من المحسنين ولا شيء من هذا عندكم حسن رأينا وسمعنا وفقهنا نسأل الله السلامة.